والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا. بداية أود أن أتقدم بجزيل الشكر لكل من شرفنا بالحضور اليوم، وأخص بذلك سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة السيد رحمة حسين الزعابي، لنشهد معا إطلاق مهرجان مزايا العقاري مزايا ميفير، والذي ستدشن فيه الشركة حملتها الإعلامية لتسويق مشروع رتم إسطنبول حصاد الشراكة الاستراتيجية بين المزايا العقارية ودومنكاية التركية، والواقع في أجمل المناطق في قلب إسطنبول وعلى الجسر الذي يربط بين الجانبين الأوروبي والآسيوي، وكذلك مشروع مزايا ريزيدنس في مسقط لؤلؤة بحر العرب، علاوة على استكمال تسويق مشروع كيو بوينت وكيو لاين في إمارة دبي في دبي لاند. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you all for coming and welcome. It's an honor to have you here today to witness the launching of Al Mazaya Mayfair. First, I would like to pass a special thanks and gratitude to Our Excellency, the Ambassador of the United Arab Emirates, Mr. Hassan Al Zaabi. In this event, we will be planning to launch three of our projects in three different countries: Ritim Istanbul, the result of the joint venture of Al Mazaya and Dumankaya, Mazaya Residence in Oman, and Q Point and Q Line in Dubai. الحين مع كلمة السيد رشيد النفيسي، تفضل أبو عبد الله. معالي السيد سفير دولة الإمارات العربية السيد لحام الزهابي، ضيوفنا الكرام وشركائنا من شركة دومانكايا أوربي أند ريشبي، تشرف فيكم. سادة ممثلي وسائل الإعلام، السيدات والسادة والحضور الكرام، مثل ما عودناكم كل سنة أو كل حدث لأي مشروع مشاريع المزايا نطرحه وندعوكم نلتقي معاكم، والحمد لله استمرت النجاحات والإنجازات لشركة المزايا بالسابق، واليوم نطرح عليكم ثلاث مشاريع في دبي وعمان مسقط وتركيا في اسطنبول. المشروع الأول هو استكمال المشروع في دبي، في دبي لاند، استكمالا للمرحلة الأولى من كيو بوينت إلى المرحلة الثانية كيو لاين. كيو بوينت كان مؤلف من 3131 شقة وحدة سكنية، والحمد لله أنجز 75% وتم بيع ما يقارب 80%. المرحلة الثانية اللي نطرحها اليوم هي كيو لاين، والمؤلف من 500 شقة وحدة سكنية. وإن شاء الله، ليش إحنا مستمرين في هذا الموقع؟ الموقع مميز من جميع النواحي، قريب من قلب داون تاون دبي، يبعد تقريباً 12 دقيقة من دبي مول والمركز رئيس النافورة وبرج دبي وبرج خليفة. هذا ميزته إن إحنا عاملينه للدخل المتوسط. الدخل المتوسط ميزة لأنه قريب جدا من وسط دبي وقلب دبي، أن هذا القطاع مخدوم قريب من الوسط. أما بقية المشاريع صحيح ممتازة ومنافسة لنا، لكن تبعد عن الوسط شوية، أبعد من عندنا، وأسعارنا منافسة والحمد لله. والدليل على هذا نجاحنا في بيع 80% من المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي اللي 500 شقة نطرحها اليوم، وإن شاء الله يوفقنا نكمل بيعها إن شاء الله، والمتوقع إنجازه في سنة 2017. المشروع الآخر هو مشروع مسقط. مسقط في منطقة الموالح، اللي هي أيضا موقع استراتيجي ونفس القطاع المستهدف من العملاء اللي هو الوسط الأعلى. يعني يميز هذا الموقع قربه من سيتي سنتر، اللي هو مركز تجاري مشهور ومعروف في مسقط، وبالإضافة إلى سهولة الوصول سواء جهة المطار أو إلى وسط العاصمة مسقط. الحمد لله اليوم راح نبلش في بداية، يعني راح يبدأ المشروع تنفيذ قريب جداً، ومن هذه المرحلة اللي احنا بدأنا نطلق الحملة التسويقية. أما المشروع الأهم بالنسبة لنا من بين هذه المشاريع، صحيح أن دبي كانت ما
من أكبر المشاريع، لكن كمرحلة جديدة وانطلاقنا إلى خارج دول الخليج العربي، بدينا في تركيا في إسطنبول الجانب الأسيوي. وهذا المشروع ننظر إليه بأهمية لتحقيق النجاح المستمر إن شاء الله للمزايا، ويقع على 39,000 متر مربع، 836 شقة، وحدة سكنية تكون من 3 أبراج سكنية، و 336 63 مكتب تجاري، و 147 وحدة تجارية محلات تجارية. المشروع منجز منه الآن وصل إلى 50، تجاوز 50%، المنجز 70%، والمبيعات تجاوزت 50%، الحمد لله. ويتميز المشروع بموقع الممتاز، سواء هو في منطقة الجانب الأسيوي قريب من البحر، الأدوار العليا مطلة، يتميز أنه على الهايوي والممتد من الجسر الموصل من الجانب الأوروبي للجانب الأسيوي، قريب من المطار، مطار صبيحة. وتميز الجانب الأسيوي في الشارع الرئيسي والمهم في إسطنبول اللي هو شارع بغداد، يعني من أهم المراكز التجارية في إسطنبول، بالإضافة إلى المركز الجديد للمركز المالي في إسطنبول قريب منا جدا، وهذا قاعد ينعش المنطقة ويكبر لاهتمام حكومة إسطنبول في المركز المالي. إسطنبول تعتبر يعني من العواصم المهمة والنمو فيها والخطط المستقبلية فيها، سواء كان المواصلات، محطات القطار، الاتصالات، تشجيع على السياحة، النمو السكاني، الهجرة إلى داخل العاصمة، كلها عوامل تشجع الاستثمار واستمرار الطلب. إن شاء الله طبعاً إحنا ما رح نوقف عند هذه المشاريع، عندنا إن شاء الله مشاريع مستقبلية. نتأمل السنة هذه في مشروع بالكويت إن شاء الله راح نعلن عليه بعد ما يكون جاهز للتسويق. مشاريع ثانية طبعاً ما نوقف عندها، التطوير والاستمرار في الإنجاز إن شاء الله، ونحقق النجاح بدعمكم وتعاونكم ويانا، وشاكر حضوركم جميعاً، وأترك لزملائي تفاصيل هذه المشاريع، وإن شاء الله نتشرف حضوركم مرة ثانية ونلتقي وياكم مرة ثانية. شكراً جزيلاً. İstanbul'un ritmini doya doya yaşamadım. Adaları, sahil yolu, bu şehir hep hayat dolu. İstanbul'da yaşıyorsan İstanbul'u yaşa. Duman Kaya'dan Ritim İstanbul. Modern şehirlerin ışıltılı dünyası İstanbul'un güzellikleriyle birleşiyor. Şehrin ritmi yükseliyor. İstanbul'u yaşa. Ritim İstanbul. Duman Kaya'dan. In this magical seaside city, the rhythm of life becomes a brilliant stream of lights flowing through its streets in a thousand sparkling colors. Filling Istanbul with an imperial grandeur, the rhythm draws everyone in, and the result is a city that never sleeps. Now, Duman Kaya carries the brilliant rhythm of Istanbul to Maltepe with its newest project, Ritim İstanbul. With its stunning view of the Prince's Islands, the Prince Lounge restaurant turns Ritim İstanbul into a top gourmet destination. The magnificent lobby showcases the services provided to Ritim İstanbul's residents.
offering international brands, the bazaar on the entrance floor integrates with the area to create a lively shopping venue. The cafes and restaurants serve an endless selection of tempting flavors. The home offices above the bazaar bring new meaning to working comfort with a full-service lobby and meeting rooms. The first thing that stands out about Ritim Istanbul is its architecture. The floor-to-ceiling windows eliminate the boundary between interior and exterior, letting the extraordinary view of the sea and islands transform the space. Dumankaya's 3,500 square meter Atletico Sports Club presents an entirely new take on the modern sports complex in Turkey with state-of-the-art equipment and trainers who work with a vision. Ritim Istanbul's cultural center, including a theater, movie theater, exhibition hall, and conference rooms, is a gateway for culture and the arts. Filling its residents with the spirit of Istanbul as they enter their apartments, Ritim Istanbul welcomes you to exclusive luxury living with all the latest technological developments. The revolutionary Dumankaya IQ platform brings you cutting-edge touchscreen home technology. Economical and efficient, it offers a level of comfort beyond your dreams, letting you manage all the appliances in your home locally or remotely, and provides access to every function in the apartment with a single touch.